يوم تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الثانوية العامة. وفي هذا السياق أيضا هناك جهود لمحاولة تفادي تكرار الغش والتسريب على المدى القريب والبعيد، واستخدام ورق غير قابل للتصوير. المنتظر أن يؤجل مكتب التنسيق إعلان نتيجة تحويلات طلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق لتقليل حالات الاغتراب بداية الأسبوع المقبل بسبب كثرة التظلمات الإلكترونية. أستاذ محمود، خلينا نرجع لموضوع الثانوية العامة وموضوع الغش طبعا اللي حصل، ويمكن كلمت حضرتك عن تشاو قبل هذه الفقرة، لأنه الوزارة تسعى إلى أنه يبقى فيه ورق غير قابل للتصوير. تمام، شوفوا حضرتك، انا هقول انه مجرد عرض، يعني هو عرض قابل انه يفحص يعني، بس انا عاوز اقول لحضرتك ان في اساليب اخرى وفي طرق كثيره، وفي دول عربيه حتى بتسلك طرق مختلفه في التعامل داخل التعليم، نعم والطرق متطوره. احنا عندنا طبعا مشاكل في التعليم، لكن الحقيقه اللي لابد من معرفتها ان التعليم هو اساس بناء اي دولة. فتجد حضرتك ان انا عندي مشاكل في الكثافة الطلابية، نعم عندي مشاكل في التعليم الفترتين، عندي مشاكل في عدد ساعات التعليم، عندي مشاكل حتى في المعلم نفسه صحيح. اللي بيؤدي العملية التعليمية، عندي مشاكل يعني كما يتحدث البعض في رواتب المعلمين. فكرة ان انا اجيب ورق، الورق دوت غير قابل للتصوير، فهذا بيعني انك انت هتثقل ميزانية الدولة، وهذا يعني بان حضرتك هتضطر انك انت تنفق عملة صعبة، وانت عارف احنا عندنا مشاكل مع العملة الصعبة. ده احنا لسه الخبر بيقول طبعا انه كتب الترم الثاني احتمال ما نقدرش ما نطبعها، تطبعها طبعا بسبب مفيش الدولار، دولار. ارتفاع صحيح. الدولار، تمام. فعلشان كده انا بقول لحضرتك لابد من الاصلاح الداخلي داخل مؤسسة التربية والتعليم، لابد ان مؤسسة التربية والتعليم الهيكل الوظيفي الاختيارات تكون صح. لان حضرتك هو انت فكرك ان هم لو جابوا الورق ده كده التسريب هيوقف، يعني المشكلة في تصوير الورق؟ طب انا ممكن انقل الاسئلة واكتبها واطلع بيها واديها لاي حد. الطريقة نفسها اللي بيتم بيها تسريب الامتحانات لابد من كشفها، التحقيقات اللي بتتم لابد من اطلاع الشعب عليها، لازم يكون في شفافيه، لازم نعرف مين اللي كان مسؤول عن التسريب. المفروض حضرتك ان انا بضع امتحان في مطابع الوزاره، يعني عمليه الطباعه نفسها المفروض ان هي بتتم بشكل سري، والمطابع دي المفروض انها مطابع سريه، فبالتالي العاملين فيها لابد ان هم يكونوا على درجه من الصفات تختلف عن الاشخاص العاديه. غير كده الاجراءات نفسها اللي بيتم اتخاذها ايام الامتحانات، يعني شكلها ايه؟ مين المسؤول عن رعايه ورقابه ورقه الاسئله لغايه ما تصل للطالب؟ في امور كثيره جدا لابد من ان احنا ناخد اجراءات فيها. لكن ما احنا انت عارف حضرتك احنا كنا نتكلم في خبر عن ارتفاع نسبه الحوادث، فانت عارف مصر كانت بتعمل ايه كل ما تزيد نسبة الحوادث؟ تعمل قانون، كل مرة تعمل قانون، كل مرة كل ما تحصل حادثة كبيرة ضخمة نطلع نعمل قانون، قانون. وفي الآخر لا شيء. احنا مش محتاجين لقوانين، احنا محتاجين لتطبيق القوانين اللي عندنا، ومحتاجين ان احنا نضرب بيد من حديد على الفساد، لان مش منطقي ولا بديعي او بديهي ان الفساد يعني حتى الآن ينتشر ويقوى وتفشل الحكومة في السيطرة عليه. ده كلام مش منطقي. المفروض انه مع تعافي مؤسسات الدولة ان هي بتحكم القبض عن الخارجين على القانون، والفترة اللي فاتت الحقيقة كان فيها مشروعات قوانين كتيرة جدا، يمكن مجلس النواب عاكف على دراسة هذه القوانين اللي خرجت الفترة الماضية. كل ده من اجل ردع المنفلت اخلاقيا وسلوكيا وتفعيل دولة القانون. تمام، انا برضه هاكد لحضرتك احنا عندنا قوانين كفايه بانها تعمل كده، بس احنا محتاجين لتفعيل القوانين ومحتاجين للعمل بصدق ان احنا نعمل بضمير. لكن رقم واحد اهتم بالهيكل الوظيفي اللي هيقوم بعمليه طباعه الامتحانات، ده رقم واحد. رقم اتنين السريه،
التي يتم فيها انتقال ورق الأسئلة إلى جميع المحافظات والقرى والنجوع والمدن. كل دي إجراءات لابد من اتباعها، لكن مش الإجراءات بس إن أنا أبدأ أتعامل بحل المشكلة على إن أنا أستورد، لأ، إحنا عاوزين حلول داخلية، إحنا عاوزين نحل مشاكلنا بنفسنا. ما ينفعش إن أنا باستمرار أحل مشاكلي بإن أنا يعني أثقل ميزانية الدولة باللي هي أصلاً مش مستحملاه. يعني إزاي حضرتك بتتكلم في إن أنا احتمال ما أقدرش أطبع كتب الترم الثاني، وفي نفس الوقت بتتكلم إن أنا هستورد، وطبعا دي تكنولوجيا، يعني ورق غير قابل للتصوير ومن دول محدده، ان كانت المانيا والصين ومش عارف حاجه غاليه برضه، ده مكلفه، دليل على انها تكنولوجيا وهتطبع قد ايه، يعني هتحتاج قد ايه. فده حقيقي. فبالتالي لا، احنا محتاجين في الاول ان احنا يعني مع احترامي، انت عندك وزاره، ابدا شوف مين فيها الصالح ومين الطالح وتخلص من الطالح، ايا كان منصبه ايا كان شكله. مفيش مراكز قوه، المفروض ان انا يكون عندي قيادات قادره على احكام العمليه التعليميه، ناس باكيه على البلد حج وحجيج، ناس يعني انا قلت لحضرتك يعني احيانا تشعر بان الرئيس يعمل بمفرده، حتى في احساس في الشارع ان هي الحكومه فين، هي ليه الحكومه مش بتردش على كل التساؤلات اللي من الشارع، التساؤلات اللي موجوده، والقضايا اللي ليه ايضا عدد كبير من القضايا اللي هي تقريبا شغلت الراي العام ما بنشوفش عنها حاجه بعد كده في التحقيقات، ليه ما بنعرفش مين المسؤول، يعني ليه نشوف العقوبه اللي هي تمت ضد المخالف. فعلا كده. يعني هذه الاجراءات لابد من اتخاذها علشان في النهايه نقدر نتكلم بان احنا بنبني عمل صحيح. استاذ محمود عيد، رئيس تحرير جريده اخبار الناس وعضو نقابه الصحفيين الالكترونيين، اشكرك على تشريفك لنا النهارده. كنت ضيف فوق العاده كعادتك، يعني اتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله. انا سعدت بوجودك معايا على الهواء، وان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا، اشكر حضرتك، شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، خلينا نتحول الان الى اخبارنا الرياضيه في هذه الحلقه من جريده الوطن، ولكن أخبارنا الرياضية وأيضا ورقة الأخيرة في هذه الحلقة عن الكاريكاتير وحالة الطقس بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. أعزائي المشاهدين، دلوقتي وصلنا مع حضراتكم لأخبار الرياضة، ومن جريدة الوطن خبر بعثة الأولمبياد في قبضة البرلمان، وثمان بطولات أو